الكل اتحد لتضافر الجهود ولطي صفحة الأحزان، لأنه ما من بطل إلا ضاق قساوة الخسران. الكل يشجع من أجل تحقيق حلم أبناء تطوان، والهدف الأول لفائز فريق المغرب التطواني. كانت عملية جيدة متقنة. بواسطة اللاعب عادل مولا الهردومي. إذا تقدم فريق المغرب التطواني بهدف مقاتل تطواني. دائما المسجل هو عبد المولى الهردومي. ثاني لفائت فريق المغرب التطواني يتقدم أمام النهضة البركانية. وفرحة لا توصف على محايا عزيز العامري. طريقة باش وصلت الكرة لعبد المولى الهردومي، طريقة جميلة جميلة جدا. غادي نشاهدوها بالعرض البطيء. هنا الهردومي حرا طليقا من المراقبة، على الرغم من تواجد عمر كوناتي يسدد ويسجل الهدف الثاني لفائز فريق المغطواني. عبد المولى الهردومي. هدف لفائز فريق النهضة البركانية. على الرغم من الاختلاط امام المرمى. تشاهدوا بالعرض البطيء الركنية. الهدف اللي سجلوه اللاعب الحسن اخميس رقم 15. كانوا تنتظروا اللاعبين ديال الفريق المغطواني. الحكم سامي القزاز يعلن على ضربة خطا، لكن لم يعلن اي شيء وكان الهدف مشروع. لاحظوا